كلنا بنشتغل ونتعب عشان جوانا أهداف عايزين نحققها، لكن أجمل استثمار لبكرة بيكون في الأطفال. ومن خلال تجربة شخصية للعمل مع أطفال مجموعة من الحضانات التابعة لوحدة من المؤسسات الخيرية، هنعرف إزاي عشان نبني المجتمع كله لازم في البداية نحط حجر الأساس. حجر أساس وحجر الزاوية في بناء أي مجتمع بيبتدي بالأطفال. أي مجتمع ناجح علمياً وروحياً وسلوكياً وصحياً وأخلاقياً بيبتدي بالأطفال. احنا بنخدم الأطفال بس في المناطق اللي هي محتاجة فعلاً للمساعدة ومحتاجة فعلاً للرعاية، سواء رعاية صحية، رعاية اجتماعية، رعاية سلوكية. احنا بيجينا أطفال أشقية جداً، بيجينا أطفال سوري يعني صحياً مش قد كده، علمياً مش قد كده، روحياً مش قد كده. فاحنا بنلعب على كل المحاور ديت، وبنلعب كمان في الحاجات، كل محور من المحاور ديت سواء سلوكيا او روحيا او صحيا او علميا، بوسائل ايضاح ملفته جدا ومبهجه جدا للاطفال عشان يستجيبوا سريع الاستجابه. وفي كمان عندنا مجال تاني ان احنا بنمشي احنا والاهالي بتاع الاطفال على نفس الخط، بحيث ان احنا ساعات كثيره جدا بنعمل ندوات عايزين نوصل فكر معين للأهالي في البيت على اللي احنا بنعمله داخل الحضانة. ففي ندوات دورية للأمهات أو لأولياء الأمور عامة، احنا بنعمل ايه في الحضانة وانتوا ساعدونا وكملوا في ال... احنا عندنا طبعا في الحضانة الطفل بيقعد ما بين 6 أو 7 ساعات، فاحنا بنقول للأهالي انتوا كملوا معانا في الفترة اللي هي في البيت، لأن ساعات كتير جدا في قعدتنا مع الأهالي بنحس ان احنا في وادي وهم في وادي تاني خالص، عشان طبعا مشغولات الحياه وعلشان الظروف وعشان ممكن ما بيهتموش بالاطفال، بيهتموا للكبار شويه المذاكره والحاجات ديت، فما كانوش مركزين معانا. سلوكيا بنجيب فرق من بره بتقدم لنا سلوك معين او تقويم لسلوك معين عن طريق اغاني، عن طريق وسائل ايضاح. الحاجات اللي في عندنا كمان قسم اسمه مونتسوري. مونتسوري دوت احنا بنعلم الاطفال سلوكيات وبنعلمهم حاجات حياه عمليه عن طريق مش الشرح والورقة والقلم، لا ده عندنا وسائل بنعرفه الصح والغلط، بنعرفه السخن والبارد، بنعرفه الألوان، بنعرفه ازاي يقعد على السفرة، ازاي يطبق الهدوم بتاعته، ازاي يطبق الشرابات بتاعته، ازاي يربط الكوتش بتاعه. كل ديت حاجات عملية. احنا كفريق عمل كل فترة وليكن كل 4 شهور مثلا بنعمل كورس متكامل للتطورات والحاجات المستجدات. يعني في حاجة اسمها تعليم نشط، احنا ما كناش نعرف تعليم نشط قبل كده، فكل فترة بنجمع مجموعة العمل بتاع مجموعة الحضانات اللي انا فيها ونجيب حد متخصص بيقول لهم التطورات بتاع الحاجات اللي احنا بندرسها. في برنامج روحي يومي للعاملين وبرنامج روحي يومي او سوري اسبوعي للاطفال. البرنامج الروحي اليومي للعاملين احنا قبل ما يطلعوا فصولهم في بيبقى فيه جرعه روحيه كده يوميا، طبعا بيبقى كل حضانه ليها شفيع، بنصلي صلاه الساعه 3، بنقول مديحه للشفيع، بنقرا سنقصار. عايز اقول لك احنا بناخد جرعه روحيه قبل ما نبتدي المس او التيتشر ما تبتدي المعركه اللي هي داخل فصول، وحضرتك عارفه يعني ايه معركه مع الاطفال اللي هي في المناطق اللي زي ديت. برنامج روحي للأطفال احنا أسبوعيا بيبقى فيه قصة روحية، بيبقى فيه من الكتاب المقدس طبعا، بيبقى فيه آية الحفظ، بيبقى فيه مزمور، بيبقى فيه سنكسار، كل دوت على خلال الأسبوع. بيبقى فيه طقس، بيبقى فيه سلوكيات، يعني كل أسبوع بيتعلم سلوك معين، كل أسبوع بيتعلم حاجة اسمها أقول لماما إيه، يعني وليكن لو عايزة مثال مثلا كل أسبوع أنا الأسبوع ده أنا هقول لماما ربنا قادر على كل شيء، الأسبوع الثاني ربنا بيحبنا كلنا مهما أخطأنا. في كل أسبوع في جملة معينة، زائد العمل الفني كل أسبوع بيبقى فيه عمل فني بيخدم المنهج الأسبوعي.